دقيقة شباب هنا تعرضوا الضرب من 25 شخص تقريبا. 25 بالساحة. احكينا السالفة مخلد. حتى ما سألون انت مخلد ولا بس شباب ما يعرفوني مبين. اوكي. ضربوني. اجوا قبل اعتدى عليكم اثنينكم. موضوع اللي صار احنا دا نتمشي يعني ماكش. اوكي. دا نتمشي اجى شخص ضرب مخلد شتف. خوش. مخلد قال له اعتذر يمكن انا ما انتبهت. قال له شنو تعتذر؟ ضرب بوكس على وجهه. وراها علاو ضربه بالناقيله براسه فتح راسه انا ضربوني بوجهه وجو اثنين من ورا ضربوا براسي وتقوموا علينا كل واحد عليه صار 7000 ريال. بالمناسبه والعالم تباوع هاي سكاكين ضربوهم هنا والعالم يباعون عليهم ما حد يدخل ما حد يدخل ولا حد فزع لهم وشكرا للي باقي ببيته شكرا للي باقي ببيته ومدفي واحنا بالبلد احمد الله وادي الله يكون بعونه الله يكون بعونه.